هنعمل مع بعض صوص الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا ومكونين اتنين بس. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صوص الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا وبمكونين اتنين بس. قبل كده عملنا مع بعض الحليب المحلى المكثف، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. النهاردة هنعمل صوص الشوكولاتة من الحليب المحلى المكثف. معايا كوباية حليب محلى مكثف ومعلقتين كبار كاكاو خام. ده كاكاو خام أسباني، لازم تستخدمه نوع كاكاو حلو، يعني بلاش الكاكاو الرخيص بيبقى طعمه مش حلو. نبدأ ونسمي على بركة الله. هضيف معلقتين كبار الكاكاو الخام على كوباية الحليب المكثف وهضرب بالمضرب السلك اللي هو المضرب اليدوي، مش هضرب في الخلاط. لو عايزين تضربوا في الخلاط براحتكم، بس أنا عندي كمية صغيرة فمش محتاجة إن أنا أضربها في الخلاط. بسم الله. أنا نخلت الكاكاو الخام عشان ما يبقاش فيها تكتلات وبنزل بيها حبة حبة وبقلبها كويس. لحد ما احصل على صوص الشوكولاته، بنزل بيها حبه حبه. مفيش اسهل من كده. خلاص كده نزلت معلقتين كبار كاكاو، حلو لون الصوص الشوكولاتة. لو عايزين تغمقوه اكتر من كده ممكن تزودوا في الكاكاو. خلاص قلبت كويس جدا، تمام كده صوص الشوكولاتة بتاعي جاهز. هنستخدمه للكيكات، نسقي بيه الكيكة او نزين بيه الايس كريم. طبعا خلاص الصيف دخل وهنعمل ايس كريم كتير فهنستخدمه طبعا. اهو يا حبايب قلبي صوص الشوكولاتة، بصوا جميل جدا وبيلمع من غير اضافة زيت ولا زبدة، قوامه تحفة. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل صوص الشوكولاتة مكونين اتنين بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.